ميت ولا بحلم ولا ايش يا رب؟ ايش اللي بيصير معايا يا رب؟ انا فين يا رب؟ الله فين انا؟ فين انا؟ ايه يا كبير؟ ايه ده؟ مالك يا اسطى؟ فيك ايه؟ مالك يا استاذ؟ رايح فين يابا؟ انت مين طيب؟ انت مين يا انت عامل كده؟ انت شارب ايه يا ابني؟ ايفل بتاع فرنسا يا بتاع فرنسا والله المهاجم اللي بيجيب جوان على طول عارف الواد بنزيما بيلعب جنبه خش تعالى نوديك تعال اتفضل يا استاذ فين تعال احنا بس تعال في ام الدنيا يعني ام باريس وام مصر مصر ايه؟ مصر ايه يا امي؟ تعال اركب بس فرعنا؟ تعال تعال اهرامات تعال يا جدع انت جيت للحضارة اطلع بقى يا اسطى اركب يدك عدي كده خلينا نجيب اي حد من الطرف دي كمان يلا يا عز تعال وعايز تاكل ايه؟ انا عاوز اكل اي حاجة اي شيء يا بابا جيعان ناخده فين ده حذيفة ودي سلامة متماية ماشي يلا بينا بينا على سلامة متماية بس انا ما عندي فلوس انا شبعت انتوا اكلوني النهارده وانا بكره هاكلكم بكره تاكلنا بكره هاكلكم احنا اشترينا ممكن تموت تاني لا 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 ما تعرف انا مين تمام خلاص بقى يا عم في انت ماشي هنا كل شويه انت مين انت مين انت انا انت مين خشاف روح على السلامه يا عم ناكله وناخد في صواب يلا بينا جبت لك الاكل يابا تعالى كل يلا تعالى مد ايدك انت مبسوط انت بقيتوا في مصر بتعملوا السندوتشات في ورق الجرايد وفي مناديل كمان؟ إلا مين المزة دي؟ انا بقالي زمان ما اكلت مزة مين؟ مزة هات نشوف هذه واحدة عاملة مؤتمر اسمها زها حديد فاكرة نفسها مهندسة ولا معمارية انا لازم اروح المؤتمر ده واعرفها مين انا من ساعة ما عرفتك وشفتك انت كل حاجة مين انا مين انا مين انا يا زمن انا عاوز اروح عايز تروح وديني دلوقتي على المؤتمر اهدى يا عم بس انا عاوز اروح المؤتمر دلوقتي قول بس الحتة دي لا مش عاوز اكل الحتة دي مش عاوز اكل قول كده بس قول مش عاوز اكل انا جعان مش عاوز اكل مش عايز اكل يلا عاوز اروح المؤتمر هتروح هناك بس انا محتاج عربية اتصرف انت بتعمل معايا ايه؟ خلاص يا عم انا هكلم لك واحد زميكي وارسلك لحد من المؤتمر يلا انا هظبطك برضو من ناحيه انت ما ينفعش تروح بلبسك بقى ماله لبس احسن من لبسك انت رايح عليا معاك انت مش شايف نفسك ولبسك ماشي يا عم انا هخدمك بس عشان انا هروح في المكان دوت واكلم الراجل عايز اعرف انت مين انا كل شويه هقول لك انا مين انا مين انا مين عايز اتعمق في شخصيتك يا جدع انا جوستاف ايفل حلو الكلام تمام مواليد مدينه ديكون في فرنسا جميل تعرفها؟ باين عليك ما تعرفش غير الحته اللي انت فيها اصلا كده تمام اتولدت سنه 1832 تسالني بقى يوم ايه؟ يوم ايه؟ 15 ديسمبر يا ابن اللعيبه يعني عيد ميلادي قريب تمام حلو 15 ديسمبر وانا بعمرك كده عمري 23 سنه كنت مخلص تدريس وتعليم ماخد الشهاده الله عليك الحمد لله بعدين انا كنت مشرف كتير على سكه الحديديه
شاركت في بناء اهم كوبري في مدينة بوردو الفرنسية سنة 1864. يلا كلمني صاحبك دلوقتي، انا عاوز اروح لزاه حديد. ابو الشوق، ايه يا قلبي عامل ايه؟ بقول لك ايه، محتاج تنصيله منك كده لواحد صاحبي يعني. مش بعيد قوي يعني، هتاخدوا مؤتمر كده. هو المؤتمر فين؟ مكتوب هنا في النوفيتيل، فندق النوفيتيل. وديه على النوتيلا دي. هو فندق النوتيلا. خلاص ماشي. سلام عليكم. بص الراجل ده هيظبطك، بس قبل ما نروح له انت محتاج تلبس وتتشيك لحسن، انت منظرك يعر. عربك لعب من اللبس الفرنسي عندنا بسيط، منظرك يعر يعر. الله 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 الله. بص ايه رايك ظبطتهولك اهو، زنجفتهولك على الاخر يا عم. اللبس ساعه ما طلع في تربه امه هو بيتنطط التنطيط ده مش فاهم فيه. سجل يلا بينا، يلا نتحرك بقى عشان نلحق. انا همشي بقى، انا هشوف بقى دنيتي. ماشي يا حبيبي، ماشي على راسي. السلام عليكم. اليوم في مؤتمر الهندسة الفريق منوهي لدينا المهندسة التي التزمت بالمهندسة التفكيكية ووصفت بأنها أقوى مهندسة بالعالم. كانت ترى أن مجال الهندسة ليس حكرا على الرجال فقط، حققت إنجازات عربية وعالمية ولم تكتفي بالتصاميم المعمارية فقط، بل دخلت في تصميم الأثاث وصولا إلى تصميم الأحذية. اختيرت كرابع أقوى امرأة في عام 2010 زها حديد المعمارية التي كسرت قوانين الكليب. ونرحب الآن بالمهندسة زها حديد. ننتقل الآن إلى فقرة أسئلة الحضور. معنا سؤال صحفي بسم، تفضل. وانت فعلاً قمت ب 950 مشروع في 44 دولة مختلفة وبسببهم استلمتي جوائز كثيرة للساحة العالمية؟ شكراً لسؤالك. إي نعم فعلاً أنا عملت 950 مشروع، وكان أول مبنى لي عملت مبنى محطة الإطفاء كان بيحمل توقيعي في ألمانيا، وعملت متحف الفن الحديث في أمريكا، وكمان مركز الفنون الحديثة في روما وجزر الشيخ زايد. وإن شاء الله راح أتكلم عن مشروع جديد اليوم، هو مفاجأة مقتبس من برج إيفل. فالمشروع هو الله الله، إيه اللي أنا شايفه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ أمد لي يومين أرجع لك أسأل المشروع بتاعي. صاحب المشروع اللي انت سرقتيه، اللي اخدت عليه جائزة اكسبو، وقعدت 41 سنة اطول برج في العالم، وفوق ده من عجائب الدنيا السبع. انما بالنسبة لبابايا ومامتي، امي سيدة اعمال ناجحة ومديرة لمؤسسة التجارة للشرق، دي حاجة. وابويا فنان مغامر ولا روبن هود في زمان. روبن هود قال اصلا الحكومة الفرنسية والشعب كانوا مستعجبين من البرج هذا، ويقولون عنها سيدة باريس الحديدية الصدر، وكانت الحكومة تبي تشيلها بس خلتها لأنها تكاليف. ما أدري يعني أقول لا أنا اللي عملت، أنا اللي عملت مشاريع ما حد عمل ولا حد يقدر يعملها. مش كبالي مسكك حديد قضبان يعني أنت تسوي هذا كله أنت تقارن نفسك فيني. أنا مشروع محطة القطار، مدري محطة الأطفال بتاعتك دي اللي انت مفتخرة فيه، أول مشروع ليا، وفي الأخير المشروع بتاعك تحول لصالة عرض فنية عشان جدرانه ملتوية وزاوية حادة. بس أنا مشروعي كانت بتخدم الشعب والدولة وبتخدم العامة، وفوق ده كله أنا ما فكرتش الفلوس. يا رأس مالية أنت. أنا رأس مالية؟ ليه؟ على أساس أنا اللي تعرضت لفضيحة مالية؟ نسيت قرار بيننا؟
انت اول شيء لو تعرفيني زين انا تبتب راتي بالقضيه ما تعرفيني شنو جاهله تخربشين على شويه ورق وتقولين انك انت ما شاء الله معماريه وتسوي مؤتمرات وفي الاخير سرد مشروعي انت مين انت المشاريع كلها ستريت لاين واشياء يعني بس لا تنعكسي